احنا كنا بنستعرض الميزانيه، فعايزين نكمل استعراض الميزانيه ثم نبدا بقى في الحديث عن ما ستفعله لمستقبل نادي الزمالك. انا كنت بكلمك على الانشاءات، ما تم صرفه في الانشاءات في السبع سنين اللي فاتوا من 3 مليار 276 خلاص قالوا لنا في 2 مليار للكوره خلاص، و 246 مليون جنيه انشاءات. 246 مليون مليون جنيه انشاءات في السبع سنين، بس ما فهمش مبنى مطابق المواصفات، وعلينا مخالفات، وده جايه في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، علينا مخالفات لان احنا بننشئ من غير تراخيص. ياه. والله ازاي يعني الحاجات اللي تهدد دي في النادي الاهلي و دي ايه؟ عشان ما فيش تراخيص. مين اداله ترخيص بالكلام ده؟ هو مش فتوانة، دي دولة بالظبط. مش في حاجة اسمها تبني ده كلام وتبني وتقفل النيل على الناس وتقول لك نادي زمالك ايه ده؟ القصة محتاجة شوية بس علم يا جماعة، الموضوع مش صعب، الموضوع ناخد يعني نحترم القانون، نشتغل بشكل علمي بشكل مؤسسي، نروح ناخد تراخيص من الجهات المعنية بالموضوع بالضبط، الحقيقة والمحافظة. انت دلوقتي كلفت النادي ايه؟ عملت الانشاءات اتهدت، عملتها تاني اتهدت، طيب. كل دي فلوس مهدرة، كل دي فلوس مهدرة. طب ما كنا عملناها من الاول. ده حجم التراخيص، حجم الغرامات اللي علينا عشان البناء المخالف اكبر 4-5 مرات من حجم التراخيص.